وإذا جئنا أيضا نحن تحدثنا عن الأرض وعن المجرات وعن النجوم، وكما ذكرنا أن الأرض لا شيء، لا تسوى ولا ذرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يذكرها أمام السماوات. لماذا؟ لأن هذه الأرض الله سبحانه وتعالى اختارها لتكون مهد النبوات، وليكون فيها الإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان إذا كان الأرض التي يعيش فيها هو الإنسان بنفسه لا يسوى ذرة في الأرض التي هو فيها، والأرض لا تسوى ذرة في المجرة التي هي فيها، والمجرة لا تسوى ذرة أمام ملايين ملايين المجرات، والملايين ملايين المجرات لا تسوى ولا ذرة أمام السماوات. مملكة الله عز وجل ما أحد يستطيع أن يحصيها أو أنه يعرف حدودها إلا هو سبحانه. هذا الإنسان أيضا إذا نظر إلى نفسه وفكر في نفسه سيجد من الآيات الشيء الكثير. والإنسان كما قلنا ما يسوى شيء، هو إنسان ضعيف وحجمه ولا شيء أمام الكون وما فيه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لكن مع ذلك الإنسان لم يستطع أن يحيط بأسرار نفسه باستمرار، العلم يتقدم والاكتشافات والتطور وكذا، لكن مع ذلك ما اكتشف إلا الجزء اليسير من أسراره، فأنى له أن يكتشف أسرار الكون الأخرى، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه من ماء مهين، من نطفة مهينة، والله سبحانه وتعالى دعانا للنظر في ذلك في آيات كثيرة جدا، يكفي ما جاء في ذلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتأمل في نفسه الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتأمل الإنسان في نفسه كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه من تراب ثم تدرج في المراحل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في نطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق عجيب، كيف نتكون من هذه النطفة المهينة ثم تدرج هذا التدرج، بحيث أنه كان أول ما كان هو علقة، وعبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بعلقة لأنه يكون عالقا في جدار الرحم، لأن باب الرحم يكون مفتوحا، فلو لم يكن عالقا لسقط خرج. ثم المرحلة التي بعدها مضغة، لأن باب الرحم يكون مغلق، فهو بمثابة اللقمة التي تتردد في فم الإنسان. ثم بعد ذلك يمر بهذه المراحل، ثم العظام، فكسونا العظام لحما، ومن اكتشف هذه الحقيقة أعطي جائزة نوبل عن طريق كاميرا آلة تصوير، إنه اكتشف إنه لا ينمو شيء من اللحم إلا بعد اكتمال خلايا العظم. وهذه أيضا بجانب أنه معجزة كونية، أيضا معجزة قرآنية أن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتشف هذه الحقيقة. ثم أنشأناه خلقا آخر، لا يتميز في هذه المراحل عن غيره من الحيوانات، لا يتميز لا عن أي حيوان كان مثل. ثم بعد هذه المراحل يبدأ في التميز: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإنسان كما قلنا من خلية، هذه الخلية تنقسم إلى ملايين الخلايا، كل مجموعة خلايا لها
وظائف تقوم بها. فهناك مجموعة خلايا من أجل تكوين الأعصاب، وهناك مجموعة خلايا من أجل تكوين مثلا العظام، وهناك مجموعة خلايا من أجل تكوين الجلد، وهناك خلايا من أجل تكوين، كل مجموعة خلايا لها تخصص. ثم هناك تخصص أدق، هناك مجموعة خلايا لعمل العين، وهناك مجموعة خلايا لعمل اللسان، هناك مجموعة خلايا، هذه كلها تسير في مسارها ولا تنحرف ولا تحيد عنه أبدا. لماذا لا تذهب مثلا خلايا العين وتذهب إلى البطن؟ ولماذا لا تذهب خلايا اللسان وتذهب إلى أعلى الرأس أو إلى القدم؟ هل هذا محض صدفة؟ لو قلنا صدفة، وطبعا ما ممكن الصدفة حتى في مرة واحد أو مرتين ما ممكن، لكن لنقل أنه صدفة المرة الأولى، صدفة المرة الثانية، المرة الثالثة، لكن باستمرار هذه الصدفة تستمر على هذا الحال. إذن آيات بينات، آيات بينات. ثم إن هذا الإنسان فيه ألف مليون مليون خلية لم تخلق عبثا، وإنما كما قلنا كل مجموعة خلايا لها وظيفة. هناك يعني 14 مليار خلية خاصة بالمخ، هناك مثلاً 130 مليون خلية لالتقاط الذبذبات الضوئية، فكل مجموعة خلايا تقوم بدور. ثم إن هذا الإنسان يستهلك في الثانية الواحدة 125 مليون خلية، تتجدد يعني تتغير 125 مليون خلية. هل هذا خفض عشواء؟ ثم إنه خلايا الدماغ لا تتغير ولا تتبدل، لماذا؟ بخلاف الخلايا الأخرى. لماذا؟ لأن لو تغيرت وتبدلت ما ممكن الإنسان يتعلم شيئا، سينسى حتى اسمه وينسى أهله ولا يعرف شيء أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل خلايا الدماغ ثابتة بخلاف الخلايا الأخرى التي تتبدل وتتغير. ثم هذا الإنسان كل شيء مقدر فيه تقديرا دقيقا، كما قلت يعني هذا غير مقتصر على الأرض أو على السماوات، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء مقدر فيه سواء الأشياء الظاهرة أو الأشياء الباطنة. فمثلا الحرارة، حرارة الإنسان هي مقدرة، لو كانت أكثر تؤدي، إذا زادت تؤدي إلى وفاته، لو كانت أقل تؤدي إلى وفاته أيضا، لو كانت أقل بكثير. من الضغط فيه بمقدار، لو كان أكثر لكانت خطورة على حياته، لو كان أقل خطورة على حياته. الأملاح التي فيه مقدرة تقديرا دقيقا، الماء الذي فيه، السكر الذي فيه، كل شيء مقدر تقديرا دقيقا. ثم بعد ذلك مثلا العين، النظر، البصر الذي يبصر هو مقدر تقديرا دقيقا، لو كان أكثر بكثير لرأى أشياء كثيرة تشغله، يمكن حتى الماء الذي يشربه يعافه، سيجد فيه كائنات أو سيجد ورلو. ولو كان أقل أيضا يصعب عليه الأمر. كذلك السمع، لو كان أكثر من ذلك بكثير سيبقى منزعجا، يريد أن ينام لا يستطيع النوم من الإزعاج، يكفي القلب الذي ينبض بين حناياه يدق ويدق وهو يريد ينام وظلم. فإذا كل شيء مقدر تقديرا دقيقا، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار. ظهر أن الوقت يعني حضر وقت الصلاة، فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما زالت الآيات تتجلى، آيات كثيرة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طبعا ما ممكن هذا كله يكون كما قلنا خبط عشواء، أو يكون راجع إلى الصدفة، أو راجع إلى الانفجار، أو كما يعبر بعضهم راجع إلى الطبيعة. الطبيعة هي التي، الطبيعة هذه الطبيعة هي ميتة فكيف تهب الحياة، وهي جاهلة فكيف تهب العلم.
وهي صماء فكيف تهب السمع، وهي عمياء فكيف تهب البصر. كل ذلك ما ممكن أن يقبله العقل.